بسم الله، واحد اثنين ثلاثة. لا تطيش، والله يكفينا. وش انت تعبان؟ شو جرتي يا بني؟ كفو يا راعي الهجن الاصايل. شو اسمك؟ فهد. ونعم يا فهد. مشاهدي قناة المسافر للتغطيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية شمال منطقة تبوك. وحيا الله المشاهدين الكرام. اليوم كشتتنا في جبل الخرامة شمال منطقة تبوك، تحديدا في منطقة علقان. غدانا ولله الحمد باقي الشيء ويجهز. هذا جبل الخرامة، سبحان الله، شوفوا السيارة مدخلينها وعارضينها عرض في فتحة الجبل، ياخذ السيارتين بالطول والهواء يطرق من كل مكان، سبحانك يا كريم. والطيب لا تستغرب من هذا الطيب. نتواجد مشاهدي الكرام ضمن جولة قناة المسافر للتغطيات شمال منطقة تبوك بضيافة الشيخ نزال ابن عيد العمراني. حياك الله ابو احمد. بقاك الله، الله يعافيك. اول شيء كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. ابو احمد، حدثنا عن زمن الاولين. انت ما شاء الله شباب، لكن نبي ناخذ من علوم الاولين. والله يا طويل العمر، زمان الاولين لله الحمد، احنا في هالحين في رغد وفي جنه ونحمد الله هالحين، ما زيها وقت. يعني وش تقول؟ زمان الأول طال عمرك صعب الموية علينا، صعبة علينا الموية، وصعبة طال عمرك المواصلات، وصعب علينا كل شيء، لكن الحين ميسرها رب العالمين ودولتنا الله يعزها. الأمن والأمان نحمد الله عليه، هذه أفضل شيء عندنا وفي أحسن نعمة، نحمد الله ما ناقصنا شيء. أبو أحمد، الملاحظ وحنا الآن في عز الصيف، ما شاء الله تبارك الله، مركز علقان يمتاز بأجواء قد نقول ربيعية. أجواء حاليها الله، حاليها الله بهالوجود بهالوجه الخير وبهله الكرام. الله يعزك، الله يكرمك. حدثنا عن التغيرات في الأجواء. أنتم يمكن مر عليكم سنين لحقتوا جاكم حر ولا نفس الأجواء؟ ما جانا حر للأحمد، يعني من ذاكرتنا أجواء زي ما تشوف، وأحسن يعني عندنا حر زي ما شفت الوضع اليوم هذا، ولا أجوانا كلها لله الحمد كلها أجواء ربيعية. فهالمنطقة اللي تشوفها هذه لا يمكن عليها حر، لا، حليها الله، أرض الله سبحانه وتعالى منعمها، منعم الله عليها بالأجواء اللي هذا زينها. سمعت؟ زي ما أن جلوسها الحين براد من هذا وفوق، يطلع طال عمرك يجيك بالليل براد صقع الا بطانيه وبطانيتين اثنان، والدليل انه يتساقط الثلوج في فصل الشتاء. والدليل طال عمره زي ما تفضلت ان هذا مسقط الثلوج شماليا ابدا، منه شمال هذا مسقط الثلوج، واللي هو طال عمرك الدحيل، اللي هو الدحيل مسمى الدحيل طريق الظهر. هذا مسقط الثلوج اللي يجي له السواح من كل نية، من كل جهة تجي له. أبو أحمد، في زمن الأولين، زمن الترقل والبحث عن المراعي، أسمع أنهم كانوا يربعون إلى الأردن. إلى الأردن وسوريا، ويربعوا إلى ما يطب المطر، وثم يرجعوا ومن الأردن طال عمرك على ديرتنا على الأرض هذه، ومتواصل البادية بيت شعر وعلى شيل على البل. ما في الا سيارات هناك الدور ولا شيء. مر لحقت على هالشيء ابو احمد؟ نعم، لحقت عليها ومشينا من هنا للاردن، ومربعين في الاردن ورايحين بلبل وجايين بلبل. وها ما كان في حدود ولا في؟ لا ما في حدود، كان ما في حدود، وربت الحدود تالي عاد الحمد لله، وصارت الدوله نظم كل شيء، مقالب نظام، ما تدخل الأردن إلا بنظام، واجي من هناك إلا بدخول. أبو أحمد، حنا ثاني عيد الأضحى المبارك،
نعم. حدثنا عن الأعياد في زمن الأولين، وش يصير فيها من فعاليات من احتفاليات؟ والله عندنا احنا يا الشمال كبادية المنطقة هذه من عمران وبني عطية وحدداها، عندهم نهار العيد طال عمرك هجن، يركب على هجن طال عمرك، تلقى الهجن منوخة عند وجوه البيوت تقريب 50 ذلو، وتلقى عندهم لعب، وتلقى عندهم قومة، يعني فيه الحمد لله وناسة، وحتى الحين في وناسة أحسن وأحسن، لكن الهجن أفضل. الهجن أفضل. أي. ليش أفضل؟ لو الحين عندنا ذلولين مطيتين يلعبوا عليها الناس، تشوف السيارات جت زي عما قال تبرج، لكن البل سبحان الله لها جماهير، لها جماهير ولها ذوق. أبو أحمد، موارد المياه بالمنطقة، نعم، وش من بيار عندكم؟ عندنا الحين بير واحد، وادي ثرف. هذا وادي ثرف؟ نعم. اي هذا موارد المنطقة كلها، حتى من البدع جوله من لذ مويته، مويته سبحان اللي خلقها الله، مويه لذيذة يعني ما في زيها، يجولها من البدع، يجولها من حقر، هذه موارد البادي، هو رثواز واحد عندنا هذا. مشروع حكومي اعتقد. نعم مشروع حكومي. ابو احمد، في زمن الاولين وين كانوا يقلبون مواشيهم؟ ما في هلا من القصيم، من الرياض، من السعوديه، كاك كل يجلبوا غير على القصيم، على فلسطين، على السبع. كل نقد يقلبون الى فلسطين. الى فلسطين. اي. اي نعم. واهل المنطقه هذه بعد يقلبون. هذه قريبه وطوالي على رجالها. وكان سوق دولي معتبر. الله الله سوق. ويروحوا على مصر اكبرهم كمان، لا صار السوق مو كويس راحوا على مصر. اي وش يسمى هذا السوق اللي بفلسطين؟ يسمى سوق السبع. 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 اللي هو عاد انا والله ما جيته. انت ما جيت؟ ما جيته. ولا يعني ما عمري طويل، هناك قبري الكلام. الاولين قصدك؟ الاولين اهلنا والعالم، ولكن الناس اللي عشت معهم اللي هو بن كيرش الله يرحمه. الشايب عبد الرحمن هو اللي يقول والله ان سوق البن من سوق برايده سوق الى حتى ناصر سوق السبع. الله يرحمه نقول تقطع حرياتنا واحنا سوق البن. وهم ما يجوا سوقوهن ويجيبوهن غير سوق السبع، ولا ما صار زين قال نخرجهن مصر. ولكم تخيلوا مشاهدي الكرام جلسة هالدكة وعلى شوف ما شاء الله هالتضاريس وهالجو العليل في هذه المنطقة، والله إن جالسين الآن هنا كأنه مشغلين ما شاء الله مكيف سبيرت. أبو أحمد، بلا شك أن منطقة تبوك تشتهر بالهجن الأصايل. نعم. ولكم النصيب الأكبر ما شاء الله منها الإنتاج الطيب. نعم. حدثنا عن السلالات اللي عندكم، وش اللي عندك من إنتاج؟ والله عندنا لله الحمد إنتاج ومثبت بنفسه في الميدان. فالميادين لله الحمد يسبقون ولهن الذكر. وبالنسبة للرسائل كل المنطقة هذه من تبوك إلى شمال تبوك وشرقها وغربها كلها تشتهر بأزين الرسائل، من بني عطية إلى الحويطات إلى بلي، هذه أحسن الرسائل. وأما قبيلة العمران رسائلها معروفة لها شهرة حتى عند جميع الميادين. ونعم. اي نعم تشتهر باحسن اصل في الهجن. عندنا الذلول طال عمرك اللي ما هي اصيل ما يقبلوه ولا يرضوه. هذا اصلها اول، اما الحين قاموا يضربوا بعض الناس اي جمل يجي، ما احنا كان ما نضرب اي جمل. نضرب البعير اللي معروف اصله عند فلان. اذا اصله ما هو اصيل مثبت ما نضربه. لو الناقه تحيل. وما هالحين طال عمرك لا بالله مثبتها رصايل ومعروفه الحلال ولله الحمد ما فيها كلام. اسلم. هذا المخاليل حيران هذه. اي هذه حيران طال عمرك على امهاتها. كلها انتاج ما شاء الله من جملكم. اي نعم. الله الله. الله يبارك يا رب العالمين. هذا سلمكم الله. ناخذ مع ابو احمد جوله على الهجن، وهذا انتاجه. إنتاج الحلال عنده الله يبارك له يا رب العالمين تبارك الرحمن. أسلم.
هذه هجن من غضاء الهجن. تبارك أصل الهجن. تبارك الرحمن. أصلها من زرعات. من زرعات الوكيل جاي زمان عندنا ودارجة هالذلول منجبينها. سمعت منجبين عادينا. تبارك الرحمن. من أصل الهجن هذا. وأحسن إنتاج عندي الذلول هذا. أحسن إنتاج لله الحمد. تبارك الرحمن. وكل أكثر الهجن هذا إخواتها وبناتها. سبحان الله هالحين تشمك تعرفك. الله الله تبي تحبني. تبارك الرحمن. تبارك الرحمن. الله الله. طيب أغلى نياقك وش اسمها؟ والله أغلاها زرعة وش عائلة. إيش عائلها أغلاها الله يبارك فيها وصلت ولدها وصل الشيخ حمدان بمليون ونص. الشيخ حمدان بن وصل الشيخ حمدان بن محمد. بن مكتوم. ابن محمد المكتوم. نعم ايه؟ نعم وصلها بكم لا انت؟ مليون ونص وصلها. تبارك الرحمن. ايه نعم. كفو يا راعي الهجن الاصايل. شو اسمك؟ فهد. ونعم يا فهد الله يبيض وجهك. تبارك الرحمن راكب على الهجن. كفو كفو. ايه؟ هذا الشبل من هذا الاسد. الله يطول عمرك. ابو احمد انت مركز على الانتاج تبارك الرحمن. نعم. كم لها المربط عندكم ما شاء الله؟ المربط عندنا طال عمرك من قديم احنا خص يا رعايله اول الفخر حقنا. هي. مربطه يمكن اكثر من 150 عام اللي يتسمن القرم. القرم القرم عند ولد عم لي باقيهن. هي. هن اللي هجن الاول ومعروفه ثباتا في منطقه معروفه سلسله هابل ولا هابل انا اللي شريته جبتنا على قريب يعني. إيه لكن ما دخل عليها تهجين ولا دخل عليها شيء. ما دخل الناقة هذا إلا واحد عليها تهجين. الناقة هذه دخل عليها واحد بس ولا ما نقبل عليها ما نبرك عليها تهجين مر. تبارك الرحمن. هذه الناقة أخت اللي قبل شوي. الله الله. هذه زرعة. هذه زرعة. هذه راحة هجن كلها سبق الله الحمد ومثبت ميدانها ومثبت يعني فعلها بالميادين. هذا النشامة على ما يقول هالهن اللي في ظهورهن و... الله يطرح البركة. هذا اللي الحين نسوي هو نعم الرجال. اي والله. اسلم. هذه وش هي؟ شارها من الكاب بني عطية من الكاب العطار. جاتنا هدو في حفل للدكتور بندر يوم تخرج طال عمرك اهداها العطار طال عمرك برسانها جابها وحرمها للدكتور. تستاهلون وهالوجه تستاهلون. أينا. العلم الغانم. الله يطرح البركه. طيب تقول لي اهم شيء يكون فيها خامس عندنا اول ما فيه ذلول والله ما يقع هلا مثبت ان فيها خمس والخمس شرط ان اصايل اصايل هذا اللي كان نعرفه ويعرفوه اجدادنا وابائنا. ختاما مشاهدي الكرام الرجل هذا موسوعه اللي بيجي على قان فاتح مجلسه والمعلومات القيمة والله يكثر خيرك. شكرا لك ويخلف عليك بالبركة. شكرا لك أنت النشام اللي عندك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هذا العيال أخوي كله الله يرحمه. ونعم فيه هذا محمد والأستاذ عايض وهذا عيالي كلهم هذا العمقال. الله يطرح البركة ويرزق برهم. تبارك الرحمن. هذه الأصايل. تبارك الرحمن. الله يطرح البركة. لكن شوفوا أجيبكم الآن على مطل. شوفوا وين مراحة هنا وشوفوا هالمطل. شوفوا سبحانك يا رب. شوفوا الجبال هذيك تكون أضحى السحاب وعلى حد هالتضاريس الملفتة للنظر ورافع علم المملكة العربية السعودية. شوفوا يرفرف فوق هالجبل. دام عزك يا وطن. وبعد ما خذينا جولة مشاهدي الكرام عند ابن الشيخ أبو أحمد معي الأستاذ محمد. يلا حيه. الله يبقيه طول عمرك. الله يحييك. أهنيكم حاجة. أهنيكم على الوالد اللي ما شاء الله شايب وروح شبابية. الحمد لله الحمد لله. الله يرزقكم بره يا رب العالمين. آمين آمين. الله يرزقكم. أنا الشرف والله سوينا معك اللقاء. يا بعد راسي الله يحييكم. هذا بحر سوداني مشري من السودان على سبك وفحلناها قبل سنتين وإن شاء الله حيرانه الموسم هذا ينزل. الله عند الله عز وجل. الله يطرح البركة وإن شاء الله نطلع. وتهتمون تهتمون بالفحول. الله الله. والإنتاج الإنتاج وإحنا نحب السودانيات زيادة. تبارك. نحب السودانيات لأن عندنا فحل ثاني عماني
الحين بوريك. تبارك الرحمن. الدليل على انه المنطقة باردة، ما زالت الفحول تهدر الى وقتنا الحالي، رغم انه في نجد وفي مناطق اخرى افدرت البعارين. هذا شاهين العوج، ولد شاهين الرقود، مهدي من الشيخ لهوم بن شريك، هدية جان من الشيخ لهوم. الحمد لله في رصيده رمزين وكم سيارة، والبعير سابق بيده ومعروف منتج، منتج وانتاج كثير، وانتاج عندنا تقريبا 5 مليون بس. تبارك من انتاج اللي بعناه. تبارك الرحمن. فوق 5 مليون. الله. القعود اللي قال لك الوالد عليه بمليون ونص، هذا من انتاجه. ولد له. ولد له. اي. وبكره ب 600، وبكره بمليون و100، والحمد لله. تبارك الرحمن. وهذه جلستنا بعد التغطيات اللي صارت اليوم مع اهل علقان. جينا بهالموقع بورد شبينا الضوء. وهذا الحبيب الغالي الشيخ. يا مرحبا. الشيخ ابراهيم. يلا حيا. اهلا وسهلا، الله يبيك، حياك الله. هذا ابن ابراهيم يسوي لنا الحوض. وشاب الضوء. كفو. فوق الطيب. يا حبيبي. ما شاء الله شبت هالضوء. اصبحنا واصبح الملك لله. يا زي النوم تنجتب هالموقع. الله. هذه البلس راحت. راح نحول أهل هلبل بعلقان. والله يا جماعة الخير، والله العظيم كأنك في المربعانية بالشتاء من شدة البرد. قومنا على طول شبينا الضوء. هذا الوادي مشاهدي الكرام يسمى وادي ثرف شرق مركز علقان، ويكثر فيه هذا الشجر يسمى الرتم. طبعا الوادي هذا كبير مثل ما تشاهدون، والجبال تحيط فيه من اليمين واليسار، وهنا تمشي بين هالجبال حتى يضيق عليك الطريق وتشوف الجبال سبحان الله العظيم تصطك على بعض في غار هنا يسمى المظلمة. سبق وسويت له فيديو كامل في عن جولة عن تبوك. يلا ابو خليل. يلا يلا. يلا مشيا على الاقدام نبي. والله يكفينا. وش انت تعبان؟ شو جرتي يا ابني؟ شوف شوف جرتي تعبان. هذه الحيه شوف. وهذه اشجار التين في هذه المنطقه تشتهر مثل هذه الاشجار ما شاء الله بكميه، ويسمى الحماط، وهو التين البري ولكن اهل هالمنطقه يسمونه حماط. طبعا شوفوا سبحان الله العظيم هالجبال بعد شوي تضيق تضيق تصطك تصطك علينا، ونصور لكم ان شاء الله اخر المسار. تبارك الرحمن. واهل مكه ادرى بشعابها عن قولتهم. محمد العمراني وابو ابراهيم الله يكثر خيرهم من اهل المنطقه من اهل مركز علقان، مودينا الموقع باذن الله اللي بيصوره لكم الان ينال على اعجابكم ان شاء الله. وبدا المسار يضيق مثل ما تشاهدون سبحان الله العظيم. في قريب من الموقع هذا موقع تسمى المظلمه، وسبق ونزلته لكم في فيديو سابق، ما هو بعيد الحقيقه من هذا الموقع. شوف الان تضيق وتصطك الجبال على بعض. حانك يا كريم. الى هنا وقفنا سيارتنا وبدينا نمشي الان على رجولنا. يوم اقول لكم ان هذا مسار هايكينج لكنه مسار غير معتمد، يعني احيانا بعثات يجون. شوف كيف سبحان الله العظيم كان الكثبان الرمليه اللي شفتوا قدام شوي كانت مغطية الحجاره هذه، ولكن مع الامطار اللي جت اجرفت التراب اكرمكم الله. من بداية الوادي مشاهدي الكرام قبل ما تضيق الجبال بهذا الشكل كان الوادي كله مثل ما تشاهدون هالرمل الناعم. شوفوا الحين سبحان الله العظيم تجي هذا الصدع اللي بين الجبال هذه تجي السيول ثم تجرف هذا سلمكم الله الرمال إلى الوادي وادي ثرف. الحين نبي ندخل مع المظلمة.
هي بداية الظلام من هنا. شوف لذلك المسارات اللي بهذا الشكل تسمى المظلمة. بسم الله، هذه البداية، هذه البداية. يا الله يا الهوى البارد، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الرحمن، يا ساتر. شوف الجبل هناك، يا سبحانك يا رب. شوفوا شوفوا عورة المكان اللي يطلع ابراهيم الحين، لاحظت؟ شوف بسم الله. شعورك؟ شعوري فوق فوق فوق. وين السطوع؟ لا اله الا الله. شوفوا من بنجي من هنا، بنجي من هنا يا شباب، شوفوا بنجي من هنا. سبحان الله يا الهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه والله، شوف بالنسبة لل أهل الأوزان الثقيلة ما بيجون من هنا. شوف فيه دخلة من هنا، وفيه برضه إنك تطلع من هنا من فوق. بس شوف المنظر اللي هناك، شوف المنظر اللي هناك. سبحانك يا رب، الله أكبر. كذا وكذا، العصا امسكها وصورنا. بسم الله، وكذا صح؟ واحد يا رب. بسم الله، واحد اثنين ثلاث. لا تطيش، لا تمشي. طيب ما ودك تمسك يدي انت من هناك؟ ايوه انت تثبتي. ما شاء الله. تعليقك؟ انها مغامرة واي مغامرة والله. شوف معلش قبل ما اقفل الكاميرا، المفروض انا اخذ بوجهي واطلع على الجهة اليمنى، ولكن ساعدني بابراهيم الله يساعده. شوفوا المكان اللي دخلنا معه، يا ندخل من تحت حجر يا من فوق حجر، لان الحجار هذه كلها اللي تشاهدون سكر السيل طبعا، يا مجرى السيل قوي يجرفها يسكر بها. سبحان الله العظيم المكان. شوف 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 وين احنا رايحين للاخير لهناك. جماعه تخيلوا انها الصخره كلها فوقنا مباشره، وجايه بينها الجبلين. يعني الصخره هذه ما هي من الجبل، سبحانك يا كريم، يعني قدره قادر انها مقصوصه الحالة. بعض المقولات تقول انها جهزها ارضيه قبل فتره وانكسرت هالصخره وجت في مجرى السيل مثل ما تشاهدون. لذلك تشوفونها هنا مفتوحه، اوريكم. شوفوا سبحان الله، كانها متكيه على الجبل. ها شوفوا سبحان الله، متكيه تتكي. شوفوا اسفلها هنا، ومن هنا مجرى السيل من فوق، والجهه الثانيه كذلك. سبحانك يا كريم. الله تحط رجلك هنا، الله يكرمكم، وتحط الاخرى هنا. شوف طبعا اللي بيجي هنا وهو من هواة الهايكينج، طبعا الهايكينج له لباس مخصص، سواء كان في اللباس اللي على الجسم كامل او كذلك الجزم المخصص، الله يكرمكم. لكن حنا جايين متمشين، وحنا ولله الحمد من هواة الهايكينج، لكن اخذناها هايكينج كعابي. هايكينج كعابي، الحين ننزل. ايوه ايوه من هنا شوف، وعلى هذه تنزع الصخره هذه. وين ابى اوديكم؟ ابى اوديكم سلمكم الله الى نقش ثمودي. يلا تعالوا معي، تعالوا معي. يا الله يا جمال هذا النقش يا جماعه، يا حلوه سبحان الله. شوف هذا النقش الثمودي، شفتوه؟ هذا النقش الثمودي سبحان الله. شوفوا رافعينه في مكان لا يمكن يجيه سبحان الله العظيم اي خدوش من السيول ولا غيرها. لكن شوف شوف سبحان الله كريم، هنا في دخله ما تدخلها الا على جنبك. الى هنا مشاهدي الكرام، نقول وداعا ايها المغامره. طبعا في طريق من هنا، ولكن مثل ما تشاهدون الماء هذا مسكر علينا تماما، ويضيق مثل ما تشوفون فتحة الجبل
لا إله إلا الله. وهذا الشق شوفوا النور هناك يضيق فعلا، ولا كنا نطلع إلى أعلى الجبل مع هذه الجادة. هذا وهو يسمى درب الأولين، كانوا يجون من هنا يطلعون إلى منطقة فوق عالية اسمها الظهر مع هذا الشق اللي بين الجبلين المكون أو بمسماه الموجود على جوجل ماب اللي هو عقيق الوداد. شوفوا سبحان الله العظيم الفتح النور هناك بين الجبلين، هذا هو الدرب لكن سكر علينا الماء. شوف إلى فوق إلى فوق. ورجعنا بشركم من المغامرة إلى سيارتنا، هذه سيارة شباب الله يبيض وجيههم، ما قصروا استقبلونا ومشونا، كثر الله خيركم يا أهل علقان أجمعين. ولا هو بغريب عليكم الكرم ولا العلم غام. يا الله وش تحكي لمغامرة هذا المسار أو المظلمة بجواره ما تمل منها. ولحكي لكم إحنا الآن في عز الصيف، والله يا جماعة الخير يهب علينا هواء بارد، وش تقول سبلت وش تخلي؟ اللهم لك الحمد.